أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نذهب أحيانا إلى الهند، فهل يجوز لنا أكل اللحم الذي يقدم لنا في الفنادق؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: نذهب أحيانا إلى الهند، فهل يجوز لنا أكل اللحم الذي يقدم لنا في الفنادق؟ ما علمتم أنه من ذبح المسلمين أو من ذبح أهل الكتاب وأنه على الطريقة الشرعية فكلوا، أما ما لم تعلموا فهذا مشتبه، اتركوه، خذوا من الذي لا يحتاج إلى زكاة كالسمك مثلا. نعم.